بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد عبده المنتجب ورسوله المرتضى الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة وخيرة رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأعزاء، لقد ورد في هذا الشهر الشريف، شهر ذي الحجة، وفي العشر الأوائل من أيامه، وهي أيام شرفها الله تعالى وفضلها على بقية الأيام، حيث تتنزل فيها البركات وتتوسع فيها النعمات وتستجاب فيها الدعوات وتسمع فيها الشكايات، وفيها ورد فيض من الأعمال والأوراد، منها بأن من خاف ظالما فقال: حسبي حسبي من سؤالي علمك بحالي، كفاه الله تعالى شره. أيها المؤمنون والمؤمنات، في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، أحد أعياد الله العظمى الذي دعا فيه عباده ومعشوقيه والذائبين في طاعته وحبه والراجين للقائه، دعاهم إلى سؤاله والتضرع إليه واللجوء إلى حصنه الحصين والارتواء من ماء رحمته ورضوانه والتزود من موائد إحسانه وجوده وكرمه، فهو يوم يكون فيه الشيطان ذليلا حقيرا طريدا أكثر من أي وقت سواه، وهو يوم ترجو فيه الأجنة في الأرحام أن يعمها فضل الله ورحمانيته ولطائفه، وهو يوم خرج فيه الإمام الحسين عليه السلام من فسطاصه متذللا خاشعا يمشي هونا هونا مستقبلا بيت الله الحرام، رافعا يده شاكيا مناجيا باكيا: اللهم انصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري ومآربي وأقر بذلك عيني. لنغتنم أيها الأحبة هذا اليوم العظيم، ولنشارك حجاج بيت الله الحرام هذه الساعات والأيام المباركة، ولنتوجه للباري عز وجل خاشعين متضرعين راجين شاكين، فهو شاهد على كل نجوى وموضع كل شكوى، وعالم كل خفية ومنتهى كل حاجة. يا شعبنا المقاوم، مساجدكم متارسكم، فمن هذه البقاع الطاهرة التي نجتمع فيها متضرعين راجين مناجين ناصر المظلومين والمستضعفين؟ نغتنم الفرصة وندعوكم للتهيؤ والاستعداد لأوسع مشاركة في فعالية تقرير المصير يوم السبت المقبل، حيث سيكون الزحف الشعبي نحو تقاطع السيف، لنؤكد على حقنا في تقرير مصيرنا ونسمع العالم كل العالم صرختنا الرافضة لحق حكم الدكتاتور حمد وعصابته الإرهابية المجرمة: وما النصر إلا من عند الله. اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، ونسألك العافية والصحة لجرحانا ومرضانا، ونسألك الحفظ والصون لمطاردينا ومغتربينا، ونسألك الخلاص العاجل لأسرانا وأسيراتنا من
من طوامير العدو الخليفي، ونسألك أن تنصرنا على من ظلمنا وهدم مقدساتنا وهتك أعراضنا. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، نسألكم الدعاء.